صباح الخير لكم جميع المستمعين الكرام، كلكم تابعتم أكيد خاصة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الفيروس الجديد الذي انتشر في اليومين الماضيين في العديد من الدول، قرابة 100 دولة إلى الآن الدول اللي انتشر إليها فيروس الفدية. مزيد من التفاصيل راح تتعرفوا عليها إن شاء الله بعد قليل في مع الحدث. أحلى تحية وأجمل تحية لكم من طاقم العمل في الإعداد والتقديم راشد السعدي، في المتابعة والتنسيق سيف الهلالي، وفي الإخراج سلطان المعمري. مع الحدث أكدت هيئة تقنية المعلومات على وجود فريق متخصص للاستجابة للطوارئ المعلوماتية وللتصدي لهجمات الفدية الخبيثة رانسوموير، والذي ينتشر حاليا في مختلف دول العالم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة. مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث ينضم معنا عبر الاتصال الدكتور بدر بن سالم بن سعيد المنذري، مدير عام قطاع أمن المعلومات بهيئة تقنية المعلومات. صباح الخير دكتور. صباح النور أخ راشد، سعيدين جدا بهذا التواصل معك. وبداية نريد أن نطلع المستمعين على الفكرة العامة لهذا الفيروس، أخطاره، كيف نشأ، مدى انتشاره إلى الآن. نعم، بالنسبة لفيروسات البرمجيات الخبيثة هي عبارة عن نوع معين من أنواع الفيروسات التي تقوم بتشفير أو بغلق ملفات المستخدمين وعدم السماح لهم باستخدامها أو باستخدام أنظمة التشغيل في أجهزتهم الخاصة إلا عن طريق دفع مبلغ معين من الفدية، وفي حالة عدم الدفع طبعا لا يتم السماح لهم باستخدام أجهزتهم. غالبا طبعا نوعية التشفير المستخدمة تكون نوع قوي جدا، من الصعب جدا فكه، وبالتالي يعني لا يمكن أبدا الوصول إلى تلك الملفات، وفي كثير من الأحيان تتطلب إعادة فرمتة الأجهزة المستخدمة في تلك الأجهزة المصابة. طبعا له أضرار كبيرة جدا، لأنه يؤدي إلى توقف يعني استخدام تلك الأجهزة، وبالتالي في حالة إصابة مؤسسات في مؤسسة مثلا شبكة معينة بمثل هذه البرمجيات الخبيثة فإن العمل سيتعطل بشكل كامل حتى يتم إعادة تشغيل تلك الأجهزة مرة أخرى، وبالتالي له أضرار كثيرة على سير الأعمال، له أضرار مادية طبعا في إصلاح الأضرار وغيره. أيضا هذا النوع جالس يتطور وبدأ الآن يستهدف ليس فقط أنظمة التشغيل في الأجهزة الحاسوبية المستخدمة لدى الأفراد أو المؤسسات، وإنما بدأ يمتد إلى أجهزة أخرى. مثلا سمعنا قبل مدة نوع معين من أنواع البرمجيات الفدية يستهدف الأثرياء، بالتالي بالذات اليخوت الضخمة، يتم إصابة هذه اليخوت وتشفيرها وتعطيلها عن العمل، وطبعا لا يستطيع المالك لهذا اليخت استخدامه إلا عن طريق دفع فدية. يتوقع كذلك في المستقبل أن يعني تمتد إلى أجهزة أخرى، خصوصا السيارات مع اتصالها ومع يعني بالإنترنت وتزايد التقنيات المستخدمة فيها. وبالتالي في حال لا سمح الله أصيبت السيارات في المستقبل بهذا النوع ستتعطل بالكامل، ولن يستطيع مالك السيارة حتى استخدامها. هذا ما يتوقع طبعا، نتمنى أن لا يحصل إن شاء الله، ولكن حتى مالك السيارة لن يستطيع استخدام سيارته أو حتى فتحها إلا عن طريق دفع مبلغ واحد. نعم. طيب دكتور، على المستوى الفردي إيش تأثير هذه الفيروسات على الأفراد، على مستخدمي لابتوباتهم، حواسبهم، هواتفهم النقالة؟ تعرف التقنية اليوم جزء من حياتنا. صحيح، هي طبعا تؤثر على الجميع، وفي كثير من الأحيان هذا النوع من الهجمات الفدية يعني غير موجهة، بمعنى أنها يتم يعني نشرها بشكل كبير جدا على أمل إصابة أكبر عدد ممكن من المستخدمين سواء مؤسسات أو أفراد. بالتالي الأفراد أيضا يتأثروا في حال أصيب جهازه الشخصي بهذا النوع من البرمجيات، فإنه لن يستطيع الوصول إلى ملفاته في كثير من الأحيان. في بعض أنواع يعني هذا النوع من البرمجيات يوجد لها حلول معينة، تم إيجاد حلول معينة للتشفير لفك الشفرة التي تستخدمها، ولكن في كثير من الأحيان لا يمكن الوصول إلى تلك الملفات، وبالتالي يعني يجد الفرد نفسه بين شيئين، إما أن يفقد ملفاته بالكامل في حال أنه لم يأخذ نسخ احتياط من هذه الملفات، أو أن يرضخ للابتزاز الذي يتعرض له ويدفع مبلغ معين على أمل أن يتم فك الشفرة. طبعا نحن دائما نوصي بعدم الدفع، يعني لأنه الدفع سيؤدي إلى مزيد من الهجمات في المستقبل،
لأنه هذه الأموال سيتم استخدامها لي يعني القيام بعمليات إجرامية أكبر وأشد. نعم. وكذلك أنه لا يوجد ضمان أنه سيتم استعادة الملفات. نعم. لا يوجد ضمان. يعني أنت تتعامل الآن مع مجرمين بالإمكان أن يعني يعيدوا الملفات أو لا يتم فك الشفرة إطلاقا، وبالتالي يخسر ملفاته ويخسر أمواله في نفس الوقت. نعم. طيب دكتور، أنتم أيضا يعني نشرتم توضيح ووضحتم في آخر الجهود المتعلقة في هيئة تقنية المعلومات والتعاون مع بقية الجهات الأخرى للتصدي لهذا الفيروس، لكن في المقابل انتشرت مجموعة يعني ما أعرف هل من الممكن تسميتها شائعات، أنه من الممكن يعني أن يصل تأثير هذا الفيروس إلى يعني مجموعة من الإجراءات الاحترازية من مجموعة من المؤسسات، يعني أبرزها المؤسسات المصرفية، فهل هذا الأمر صحيح؟ ثم ما هي الجهود التي تبذلونها في هيئة تقنية المعلومات للتصدي لهذه الفيروسات؟ نعم، هو طبعا لحد الآن تم الإبلاغ عن جهة واحدة فقط مثل ما ذكرت أمس، جهة واحدة فقط وصيبت بعض الأجهزة فقط في تلك الجهة وليس الشبكة بشكل كامل. نعم. تم مباشرة التعامل مع هذه الأجهزة، تم عزلها عن طريق الشبكة وجار العمل لتحليل كيفية ونوعية الإصابة، عندنا بعض البيانات المبدئية كيف تمت الإصابة ومن وين أتت وغيره وجاري تحليلها، هذا بالنسبة للجهات المصابة، ولكن نتوقع أن يعني تكون هناك بعض الإصابات الأخرى كذلك، لأنه عبارة عن برمجية خبيثة، يعني حال أي فيروس أو مالوير ممكن أن يصاب بها يعني أي جهاز في حال أن الشخص لم يتخذ الاحتياطات اللازمة. نعم. وفي حال إصابة أي جهاز سيتم التعامل معها حسب الآليات والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. نعم. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله دكتور، أكيد سنكون متابعين لهذا الحدث. أولا بأول شكرا لك على هذا التواصل الدكتور بدر بن سالم بن سعيد المنذري، مدير عام قطاع أمن المعلومات بهيئة تقنية المعلومات، شكرا لك يا دكتور. شكرا لك خلاص، شكرا لك يا دكتور. إذن مستمعينا كان ذلكم مع الحدث، هيئة تقنية المعلومات الدكتور بدر المنذري، عبر توضيح أيضا نشر في مختلف وسائل الإعلام يطمئن الجميع بأن الوضع تحت السيطرة، لكن يجب الاحتراز من هذا الفيروس ويعني اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مواجهة هذا الفيروس وعدم الرضوخ لأي يعني مطالبات من الذين ينشرون مثل هذه الفيروسات الخبيثة. لكم جميعا إن شاء الله أمان وأمن واستخدام آمن لمختلف أجهزتكم جميعا. شكرا لكل هذه الجهود التي تبذل على أرض عمان الخير، هدفها الرقي والتطور بعمان العظيمة.